معنا اتصال ابو خالد من الرياض. نعم. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سم. اول شيء الله يعافيك انت ويا الشيخ وان شاء الله ويكثر الاجر على عدد ما جاوبت المستفيدين. اللهم امين. سؤال عندي في الاونه الاخيره كثر قاموا الناس يتغلون في الديات. ايه. الى 20 مليون 40 مليون 10 ملايين من الناحيه دي. طيب هل يجوز ان ندفع للصاحب للقاتل يعني لاصحاب الدم؟ نعم. ندفع لهم من الزكاه؟ طيب واضح سؤالك ابو خالد جزاك الله خير. احسن الله اليكم فضيله الشيخ صالح. يسال عن الديات انه الان في مبالغه ملايين كثيره 10 5 15 20. هذا السائل يقول بارك الله فيكم لو وجهتم كلمه لهؤلاء وهل يجب علينا ان ندفع لهذه الديه من الزكاه؟ هذه المبالغه بالملايين هذا غير لائق، هذا يحرج الناس، وهذا أيضا يجعل الناس يبيعون القصاص بيعا، فلا هذه المبالغات لا تنبغي، والذي يريد الأجر يعفو إما مجانا وهذا أكمل في أجره، وإما أن يأخذ الدية المقررة شرعا، وإن زاد عليها شيئا يسيرا فلا بأس. أما هذه الزيادات الباهظة وهذه المغالات وهذه الملايين وهذا البيع، يبيعون القصاص الآن ما هم حبا في العفو ولا بل هو من أجل الدراهم، هذا مشكل وأحرج الناس وهذا مظهر ما هو طيب. نعم.